نبى تجيب اللي يقون ده ملا يوتيوبر كأي مويه حكس عليه لأن كسره هو قلدين هاي إنه تعلق تجاو إنه في فيسبوك صار دقو يلعب بيل بدل حس كتيره أن شغال إنه تشوجين إذا نديار وجوه هين بليست تشوجين إذا كل هورينين إذا أنا عندي بتمشى كتير توشين وإذا دم بجيبه حكوا يلا نسأله في بلاد ميو قلوا ده كسر حسن وطلعنا كهذا كان لغط الحس يا كل نتي ده هذا جاهر سيادة بانو مالين يا قطري من قبل والله ليس قلت في سويد عندي الله يحرم مكانه لي إنه ما ديده هلا قبته هذا مركاه ومل بورو إلى هيد بيه خصو شو وحكون على مل ده حنا هذول ذي فديان ساسور كارك دونتان صدق هذه مل حسن كقولي سنة إلى أنه هلا نكي ميت كيسي كارجي بليس كان صوص عرني هريستويل ده اللي يرأي ما نتي شلا يتكود عاي إن علبيات كي على ديجان كبيرد عاي كتر سن دقمة على سكيل هذا هو حقتي ده تاجن قدومي هاد دقمة على سكيل مستفيد شبيه بالنقور بحي سرد على سرد على يا ريركو عبد الرحمن قيريودي اسمه بن ماح نختار كاسان تعسود ريا وحلاي عاي إلى هاي سمرية إيمان صادقة سجى هو يدي يا أبي يقول على دي سمرية ما صادقة أرديدو كم عدد اللي جاني ساحب بدي سومالي لان دت كورد وحن لي سمرية ما صادقة الله يتكسيو نقطة سيدا أي دت كل شيء يعني معها علو تضغطين معها مشين بيرد عيب على رأ حكوت الله دقيم ده الأسكال كارهان على العد كي هوست مع دا مركاو ومل بورو إلى هاي دي بي خصو شو وحكوت على مل ده حن نهدو ده فرديان ساسور كارك دونتان مركا ده والله نخير ما وقت وقت يجي ما وقت يأكل ما نخير ماشي كأنه أفرن نبي هاين مركا أول رفاض بدن حالة صار الله قال يقول دب دم سكوت مي ده قال بدن الدجان كتب بدن الدجان كنوا وي مادين رفاض بدن مركي الله قال دب دم سكوت حبك السوق مكر وعي حالة تلو وصون غدن ضد بدن الله الله يكذب ضد كيد دجانك نحن لو دجانك كمل ما نوصوق عن يتشينو ماشي بانو بيه كتريني مكان بيه بدن إلا أنت واجبري صدق هذه مال حسن كقول السنة إلى أنه هلا نكي ميت كيسي قارجي بليس كان صوص عرني ساسان كوكاني أرجي سانو ساو جن حفدو دي ده الله ونحر سوس مري ما صادق كسي غير كودي يا ردي تبع دولو رجني هو يدي أبي ولا سوس مري من شذا صادق الله كسيو ده هو إسكا قف صعد وخلنا تبع تجي هالكا مركي أنو ولد السي دي دي وحنو يبادين ده هو طلق قلبلي نو كانو دبت سوايو دعدي أودي جنك عرينا خدالي بعيد أنا قاعد الله يحرم أيو لما كده اللي يرد هانو وانو رسمي أفرن بهاين سكو شامعات بهاين شامعات ودي كنشرين يعني لو صوت تبعي بوها سكم وقت وشي سوار كسانين دات كدين تقولوا بوها بانو مالين يا سو شي سكم وقتا تي لهي قد كهون نور ريركينا سمرية ما صادقة الله كسيو أو الخير قبل الله قبل دلا به يه هو يدي يه الكودي بق وذي من قبل والله ليس قل فتي سو يقول عندنا الله يحرم مركي أنا نري إنه ما ديدي حلقة بتوه حلو ويديو أنا قاعد الله يحرم مايو عندنا أنا جالس كاسني يبوري ساسي كسرنا ما تيا دو أفرتي بركي أبين ما نوكه نقول جودي إن شاء الله بدم الله كريم ده الله هون حرستان لنا دومي جواب تندد بدم بس ويدينا يا ده هرم أي مقال بالجواب تاني ما جواب إن هرم لو جود سود الحس من شريبة سوى جواب عصمي ده ده اللي يردو وصلين مك فيسبوك وكتر تا بحالكم والله ينصو دري نما كي قال ده هاي نقول شيء دي بحالكن كاركون عدها وفهم لقي أفرت ما كنت جور جاك شو أفرت قف جور جاك شو قبل ده من الله هذي ما يمد ربو حك فورا بحالكاسي صوره صوره يو وادي من لوسو كرده قال ده لوسو دي سي ودي بيدي فولي هاي لكن وادي بكسو كرده ده كإسلام كها بالك بيك فوران مركا ييجا عيالك هو حبضر وين تذكره وينوجين بيوجيهن ماله حالش كل صوره يو ده إيده هاي يو ماله على تجي يو حاسة كم تاي أنا أقول لبس ده حفر شهره هري وسأرد الدجان كمان وقرن وراك بره هري وحنكون نمشي على سوا هالس لبني وش ما بيو بحنته ولا ليه يمكن كده اللي فتيده مرة بعد يمر صدحات كل برصة يمكن هو نوشي هنا ورسوم مرة هنا وسأرد الدجان كو وحنو بحنه إلا بقى فو وش ما إنه ولا ليه ما دام إيميل مية تاي اللي يرد إن سعد الله قاطي بابور عيسك وطن وقت جودو في عين هاي ما لود الحسو تجيا ما شو اللي بتيجرتو ما شو وعبرون كحالة تراك يعني ما شو نجح هم بين الله هاي نجح هم تاسو أمريكا يدوه حالة تراك ولا دب دمسكو مركي ماشى الجلام بقى ويسوت هابني لكن أود يا كيس صار لهاين يدي قدر كون قرناين سدح ذهبي نمو لقى صاره أو مركي كتجان لسه صاره ودي قلوا ولي ماشي دقين تي دقين والبطاطس كري أغيق النبا على دري بلفت النبا غلب حدث كي أغيق النبا يغسل الله وشقيه على مكان تعب بدن قلي وحي نقدرين لا يلام مشي ندور بيب بدن 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 وصعد بدن قطش شد البدن كوب حي وتعب بدن كوب حي بقى لقو صاري بيه ودي بيو حق صرنا وكسو دقيان oo wax ilaahay ugu talagalay dabiiciyo in lagu faa'iideysto beeraha ay ku raaxaysan tahay dibirka loo sameey lahaama ama cid meel gelisa loo helo dadku waa ficilaan buurtu xaqeeda sarwa banaan biyaha ka soo dhacayaan waa meel ilaahay uu garanayso soo dhacayaan aan la garanayn meesha ku dhacayaan waa meesha ee gudka iyo dhagantiya waxaasa de marka qadar kun ba keenay nukhri ku dhintee dadka deegaanka way galaan way ka baxaan laakiin waa meel halis badan weeyo dani garanayay mooyaan kale
aanu gali karin marka wasaaradda deegaanka laba saddex jeer baan u qornay waraaqo oo xusuusnayna hadii ay de kari karayaan bal inay labada qowashmaan u qoraan si ay dadka looga ilaaliyo dadkii la kari kari maayo eelal badan baa ku yaal meesha dadku tagaan oo ay u dalxiis tagaan laakiin ku dhicidan baan ku dhicidan degdeg ah ayaan de jirin marka intaas aad ay dhacday waxa la sheegayaa imka anigu ma hag oomnay waxa la soo duubay baa la leeyahay de ilaahay baa ogey nin baa tagay baa la leeyahay qoon dimala youtuberka ay mooyo wax ka socday de ninkaasina uu qaldan yahay inuu toalka tago inuu si facebook soo dhigo oo yiraah meel baa dalxiis ka jira aan shaqaalena joogin ciidana diyaar ugu ahayn biliista joogin ciidana kala horeynin ciidana aanay dhibta meesha ka jirta u sheegayn de inuu soo duubo dadka ku lugooyo haddii jirto de anuguma waan maqlay dadkan ka maqlay baan arag de waxaan leeyahay war dadkiina waa duubaya waxa duubaysaan waxa hubtaan oo bilaadanka u diraysaan aadaan way dad dambigiiba wax ku yeelanaysaan qof bilaadmiyo gurigooda kasoo kaxaysan oo talaanka halkan lagu dalxiisaya ku dhintay de adiga u horseeday baan u malaynaya qofka marka waxaan leeyahay war dadka ka taxadira ha raacina adeer ha raacina wax walba ha raacina hadaba yaacina dambeyn farintaad u dirisa bulshada iyo dhalinyarada u dalxiis samaynaysa deegaanka kala duwan maxay tahay dhalinyaradu dee waa carruurtoodu kale ka mid yihiin annaga degmadadeena waa degmo buuroleh oo dalxiiska ku wanaagsan laakiin dee rigsi ba waxay leedahay khataro badan bay leedahay oo sida halkaasoo kale ka mid tahay khatartii haddaan cidi meeshii joogin oon dadkii ka hagaynin ceelal badan baa ku yaallo mucjisooyin oo dee ama dee allakeen oo aan dadku aanay qodanin marka maadaama aan meeshii dad cidi usii joogin oo aanay cidi ka ilaalinayn de waxaan leeyahay dhalinyaradu war ka foojignaada meelaha ballayada ah meelaha biyuhu ku jiraan dabaasha waa sunna in la bartaa laakiin dadka iyagoo dabaasha garanayna meel tagaan saacadaa dhimanaysaana waa sunna oo de ilaahay baa kula qaado naftaadu mana akhiraysa mana awoleyso ama biyaha ku dilaan ama kanaacaha ku disho ama adoo sariirtaada ku jifooba dhiman kulli waa dhimanaysaa dhimashaad ku qoran tahay laakiin sababtu waxa weeye in laga joogo meelaha dee intii aad qofka bilaadankaas badbaadin kariya marka dhalinyarada waxaan leeyahay war markaa magaalooyinka ka baxaysaan hararaha ugu dalxiis tagaysaan meelaha halista ah ee waxaan oo kale soo gaadhayaan dee ka jooga oo ay uqubaa ku dhacaysa waalidkii xalay tolo dadka halkaas ugu yimi baabuleeshaka halkaas ugu yimi taleekaan waad yaabaysay meeshu meel wax laga cuno maaha shalay tolo sida usoo baxeen saddexdii galabnimoilaa xalay shaqdii dhexe dadkaasi gaaso iyo dhaxan bay la taagnaayeen dee halkaasoo kale meel lafta bilaadankaa loo quuro man haddaani magaalo ahayn maaha marka iska daaya baan leeyahay badanaa ku yaacaysaan iyo ceelashana ku yaacaysaan rabaaniga ee qodon ka taxadira baan leeyahay ka jooga marka dee saasaan leeyahay dhalinyarada aan u sheegayaan leeyahay dhalinyaro naftiina haligina iska daaliyala.